وللمزيد حول جلسات الحوار الوطني وأهم ما شهدته جلسات المحور السياسي أمس، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. دكتور طلعت، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل ما شهدته جلسات أمس في لجان المحور السياسي وأهم ما تم مناقشته. هو طبعا امبارح بالضبط كان فيه تم مناقشة ثلاث موضوعات. الموضوع يعني من وقت الجلستين هو خاص باستثمار قانون الإدارة المحلية، وجلسة خصصت بالكامل لقانون مباشر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وجلسة خصصت لموضوع الخاص بالنقابات العمالية. يمكن لو تكلمنا عن قانون مباشر الحقوق السياسية، يعني طبعا كان هناك طبعا مناقشات واسعة حول قانون مباشر الحقوق السياسية، ويمكن كان الحديث حول ان طبعا هناك طبعا الدستور يمكن المادة 87 اللي هي يعني تحددت ان المشاركة في الحياة العامة واجب وطني، وان المشاركة في الانتخابات سواء ترشح او انتخاب او مشاركة في استفتاء ده حق دستوري، وان في التزام بالنسبة للدولة ان هي طبعا تسجل كل من يبلغ سن العشرين عشرة، وايضا يكون هناك تنصية دائما للجداول الانتخابية، ولا يكون هناك تدخل للجهات الإدارية في العمليات الانتخابية سواء المقرات سواء المقرات الخاصة بملك الشباب أو الأندية أو الجمعيات أو دور العبادة. وبناء على كده صدر قانون اللي بينظم المؤشرات السياسية، وتم تعديله في 2020، ويمكن القانون قانون يعني إلى حد ما متوازن ومشي مع المادة 87 من الدستور واللي هو بينظم العملية الانتخابية. ولكن احنا امبارح ناقشنا ان الموضوع الانتخابي يمكن في ثلاث مراحل. هي مرحلة اللي هي يعني الانتخاب هو يوم الانتخاب، وهناك لازم ان تكون طبعا هناك ضمانات ان تتم العملية الانتخابية بنزاهة وحرية، وان طبعا هناك مواصل تتميز ان هناك اشراف قضائي على العملية الانتخابية، فلا يوجد اي نوع من انواع اللبس او الشك في نزاهه العمليه الانتخابيه. البعض بدا يتناول القضيه ان يكون هناك ان القاضي ليس مسؤول عن الغرفه اللي هو فيها، ولكن المحيط الانتخابي هو يكون مسؤول عنه. البعض يرى ان يكون هناك نظام الكتروني لعمليه التصويت، البعض راى ان اصوات الناخبين في الخارج لابد ان يكون هناك اسلوب جديد للتعامل معها. البعض راى موضوع ان تكون هناك كاميرات داخل اللجان الانتخابيه. كل دي كان بالنسبه ليوم الانتخاب. بنتكلم على العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه تبدا دايما من الاعلان عن الانتخاب لحد انتهاء الانتخابات، ودي تشمل الدعايه الانتخابيه والسقف المالي للصرف على الانتخابات. وطبعا هنا احنا خلينا من موضوع السقف المالي للصرف، طبعا لازم تكون هناك ضوابط وضوابط عمليه ومنطقية، وخاصة بعد التضخم اللي حصل، فالمبالغ اللي القانون نص عليها أصبحت يعني لا تستطيع يعني المرشح يجد صعوبة شديدة جدا في التزام بهذه المبالغ البسيطة مع كبر الدوائر الانتخابية ومع المنافسات اللي بتبقى دايما سهلة. أيضا اتكلمنا على موضوع مهم جدا وقد يكون أهم الموضوعات، وهو المباشر الحياة السياسية. ويمكن انا كان فيها وجهه نظر ان هناك يعني لازم نعمل تحديد، يعني اما نيجي بقى من هم الناخبين دايما محافظين على اداء اصواتهم، الرجال المراه العمال الفلاحين، المحافظات اللي هي فيها فلاحين وعمال كثيرا في مدينه التصويت فيها كثيره، ندخل بقى في المناطق الحضريه، ندخل على الشباب، بنلاقي برضه من بعض الظواهر اللي هي مش ايجابيه ان عزوف بعض الشباب عن المشاركه او اقدام اصواتهم. دي ظاهره طبعا بيتم تحليلها ونشوف ما هي الاسباب، خاصه ان كان في فتره من الزمن يقول لك ان العمليه الانتخابيه يعني محسومه والعمليه الانتخابيه متفق عليها، وهذا كلام غير صحيح وغير دقيق نظرا لان النهارده في انتخابات وفي اشراف قضائي، واحنا شفنا في الانتخابات يمكن في نائب بينجح بزياده 30 صوت أو 40 صوت أو حاجة زي كده، يبقى الصوت له قيمة وله له معنى. طبعًا برضو إحنا بنتكلم على إن إحنا طبعًا بنقول ده عشان نشجع الشباب. لازم من الصغر وهو طالب في المدرسة يتعلم يعني إيه يدي صوته في الطلبة، وهو في الثانوية العلمية، وهو في مركز الشباب، وهو في النقابة. لازم نعود المجتمع على ثقافة المشاركة
ونبعد عن السلبيه دي طبعا دي مساله غايه الخطوره. وطبعا زي ما كان كل هذه النقاط دكتور طلعت التي تمت مناقشتها امس، هل سيتم مناقشتها بالتفصيل بعد ذلك؟ طبعا احنا الحوار الوطني احنا طبعا بنسمع الاراء كلها، وكان عدد كبير من الاحزاب السياسيه موجودين ومن المتخصصين ورئيس الجهاز الموجود وقيادات كبيره كان كلنا كنا موجودين امبارح. وطبعا لا في مناقشات واسعه وبناخد بتوصيات غايه في الاهميه، ازاي احنا عايزين يعني يبقى في المواطن يعني يخجل ان هم يدي صوته في عمليه انتخابيه او في كتاب يخجل، يبقى يعني ازاي يبقى حاسس ان هو يعني ارتكب حق نفسه جريمه، ان ازاي لم يعطي صوته في الانتخابات. دي مساله غايه في الاهميه، عايزين ثقافه المشاركه والبعد عن السلبيه هي دي. لان النهارده يعني دايما انا تاريخيا انا راجل بنت انتخابات حتى الان، دايما قيمه المرشح وقيمه النائب وقيمه عضو مجلس الحزب وقيمه اي شخص من صوت الناخب من صوت ومن الكتله التصويريه. يعني انا ما بقى ناجح مثلا بكتله تصويريه مثلا 70 60 50000 غير نعم، هذه هي القيمه، ولذلك ياتي من هنا اهميه هذا المحور السياسي، وتبقى تلقي مسؤوليه اكثر على بالفعل الشخص اللي بيتولى المنصب. فدي عايزين ننشر الثقافه ديت، بنقول بلاش مساله العزوف، بلاش مساله التربيه ده هي نعم هي اللبنه، التصويت والمشاركه في الانتخابات هي اللبنه الاساسيه من مساله الانتخابات ومباشره الحقوق السياسيه. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.